وافق مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على قرار مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وفقا للتعديلات التي أدخلها المجلس. لم يختلف رأي مجلس الشورى عن ما آل إليه مجلس النواب في جلساته السابقة حول مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث استطاع الشورى أن ينتصر لحليفه النواب في المنطقة التي كانت هي الأكثر جدلا بينهما. تم التوافق بين المجلسين على كل مواد هذا القانون ال 25 باستثناء مادة واحدة اللي هي محور النقاش هذا اليوم. رأي اللجنة كان أن نتوافق مع مجلس النواب بحيث أن يكون هذا القانون جاهز للإصدار. المادة تتحدث عن طريقة فرض الرسوم، فهناك كان في رأيين، الرأي إما أن يكون في تفويض تشريعي كامل للسلطة المعنية التنفيذية بتحديد الرسوم وفئاتها، أو أن يكون هناك تفويض محدود، يعني هناك في حدود لفرض هذه الرسوم. فتم التوافق في المجلس اليوم أن يؤخذ بالرأي الذي تبناه أيضا مجلس النواب، أن يكون التفويض التشريعي للسلطة المعنية وهي وزارة الداخلية الموقرة أن يكون فرض الرسوم بما لا يزيد عن ضعف الرسوم المعمول بها حاليا. أما فيما يتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فارتأت لجنة المرافق العامة والبيئة أنه من الصعب المساواة بين المجالس البلدية والنواب في المعاملة، فالأخير يتولى الرقابة السياسية والمحاسبة المالية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية. رفض مشروع المساواة البلديين أو إصدار شهادة البلديين من قبل وزير العدل، لأن الإجراء اللي الموجود حاليا المعمول به نعتقد أنه هو الإجراء الصحيح، وهذا إجراء إداري ما يعني يرقى إلى أن يصير في تغيير في المشروع القرار نفسه. في ختام الجلسة تم تدشين البوابة الإلكترونية لمجلس الشورى بحلتها الجديدة. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.